السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقه اللي غادي تكون سبيسيال بولفار 2022. اليوم النهار ديال الترومبلا، اليوم النهار ديال المسابقه. لي كونديدا اللي كاينين هذا العام هما الرئيس هيرو ميرف اند غوستافو سيغو هوليكور لي براوز سمول نار والفريمان. لي زانفيتي اللي كاينين اليوم في البولفار اللي هما يا دي جي كي عبدو فارغاس اختك. الناس اللي ما قدروش يجيو اليوم للبولفار غادي نقربوكم من كاع الاحداث اللي كاينه اليوم مهمه في البولفار، ونقربوكم من لي زارتيست كاملين باش تشوفوا شنو هو الجديد ديالهم وشنو كان الاحساس ديالهم ملي عرفوا راسهم راهم سيليكسيونين في لا ليست دي زانفيتي ديال البولفار. Je suis Sylvia, on est finalement de nouveau dans la scène casablancaise avec notre stand au Souk des Boulevards, comme en 2018, avant Corona et tout. Donc on est très content d'être là. Moi j'ai représenté Morettina, qui est une marque d'ameublement et décoration artistique en 10 ans. Donc je collabore avec beaucoup d'artistes. Donc ici on a quelques exemples de ce qu'on fait. Et après on a un showroom où il y a beaucoup plus d'articles d'ameublement. Macom Dos, on a deux filles, on a recyclé les tissus les clichés tombent les artisans la nas ديال التوب. كنحاولوا نغوسيكليهم ونخدموا ونديرهم دي ساك دي توت باك وكرسمهم بيدينا. On est une association Smith Nakon Actif. وحنا on est spécialisé في les ateliers participatifs. يعني الورشات التشاركيه اللي كان اورغانيزيو بزاف ديال لي زاتولي في بزاف ديال لي تيماتيك. يعني كنخدموا على لاغ لا كولتور على لا تكنولوجي على ليكولوجي. كل مره تيكون ان فيستيفال في كل عام اللي تنديروا فيه شي 10 ولا 12 الاتولي تتكون في يومين. كيجيو الناس كيتعلموا بزاف ديال لي دومين وكتخرج بان ريزولطا وفوالا. وحنا في الاول بدينا ككوليكتيف وكنا تنورغانيزيو حتى لي كونسير ديال الموزيك الكترونيك، كنا هما باش تنفينونسيو الفيستيفال ديال كوناكتيف. ودابا بروشينمون مع جا كوفيد وحبسات لاكتيفيتي خدمنا هذا لو بروجي سميتو الطبيعه 3.0. سي ان بروجي لي ايكولوجيك، كيهضر على ليكولوجي على لاكريكولتور ايكولوجيك وعلى لاكريكولتور اوربان. وجانفيت تو الموند يجي يشوف لي باج ديالنا فيسبوك انستغرام، وما فين تنكومونيكيو على كاع لي زاكتيفيتي ديالنا. كون اكتيف Gaza! Gaza!
يمكنش فيلينغ اكسبيريونس ماشي الاخر الدراري كازا البيبليك كازا سي بيبليك ريسبكت الصراحه الدراري مقوجين توقع انني غادي ندوز في ترومبلا وقلت مزيان زعما الحياه عطاتني فرصه باش نزيد نبين على شنو كنقدر ندير باسكو ما حدنا في الحياه مازال كنزيدو نتعلمو مازال كنزيدو نجيبو فرص كبر دونك ان شاء الله اليوم غنزيد نبين على شنو كنقدر ندير ما عرفتش داكشي كيبقى سيغ سان الله هو الوحيد اللي كيحكم على شكون اللي غادي يربح كيصحاب يجينا جال دابا شوفاني صاله بحال كاين بيتش عبدو رابور والقنيطرة تعرف بزيمبابوي ومن بعد جا داكشي اللي مورا سويا حنا اليوم موري فور لايف ماشي اول مره سيغ سين ولكن اول مره في شي سين بحال البولفار صراحه راه نفرح ضروري خصوصا انا طالع انفيتي وفي نفس الوقت كاين شويه الخلعه في الرجوله كاين ستريس ضروري سوبرانو طوني اللي كي واش كنتي وطولي يلا سليت فطوري وحط حدايا شويه بسطوني صراحه بلاصتي دارت غير بواحد الاختلاف بسيط بنت معزول بنت معزول وكنظن ديال اللعيبه اللي كانت مهمه انني ندير بلاصتي بسهوله دابا ما كاينش سينياتور حنا انديبوندون مقاتلين مع بوحدنا وباخر عجبنا الحال بولفار اليوم غتشوفونا كاملين زاهين وستريت ارت كنشوفكم من شحال هادي دودود ايفريوير بارغاس رابر 22 عام من الرباط هادي عام باش بدينا الكارير واليوم احنا في البولفار وكنا تنتفرجوا في ستريت ارت عندك الي بوك انا مني عيطوا لي البولفار قالوا لي واش تبغي تطلع في البولفار قلت اه بدون تردد
اكونديسيون وحده كنت بغيت نعرف غير شكون اللي غيكون معايا في البروغراماسيون. ملي عرفت شكون اللي معايا في البروغراماسيون قلت لهم ديك الساعه والتبقي ديال لي كونديسيون راه تكلفوا بها الناس اللي مجارين، مي سينو ملي كيعيط لك البولفار ما يمكن لكش تقول لا، حيت هذه هي الفرصه الوحيده اللي تلقى بلاصتين اوربان كامله في بلاصه وحده وكتكون مره وحده في العام. ديكو يس عيد ديال الراب في المغرب ضروري كاين ستريس حيت نورمالمون اول سين كبيره غنبرفورمي فيها. فراسك هذا هو احسن سؤال طرحه لي في حياتي حيت ما عمر شي واحد سولني هذا السؤال ديال علاش اريسترو. اريسترو انا كنت سميتها اريسترو على وداش اريسترو معروفه ب 0 100 اون 3 سكوند كتديماري بالزربه، وكنت بحال وصفت بها البدايه الكارير ديالي يعني تقليعه ما نتعطلوش غنديروا فيف ونقلعوا. ما عرفتش الصراحه شنو اللي دار الديكليك ديال ان الناس ولاو تيعرفوني بزاف، مي جوبونس الخدمه كنخدم بصراحة كنخدم ديديكاس ستريت ارت اليوم احنا في البولفار تبعونا اسكيري. بروغراميت عيطوا لي البولفار طلعي في البولفار قلت لهم انا اليوم هنا صافي بزاف ديال الخدمه بزاف ديال الوقت فينالمون جو مي ريتروف اليوم في بروغراماسيون. كنتمنى داكشي يدوز مزيان، كنتمنى البيرفورمانس ديالي تكون في المستوى. ما كاينش بزاف ديال الستريس، كاين الاكسايتمنت فهمتي وكاين الفرحه بزاف. دونك اي كانت ويت نكون سيغ سين ونبيرفورمي داكشي ندير داكشي اللي كنعرف ندير. فاش كترجع للمغرب كتقول واقيلا خاصني نتانستالا في الاوروب، ولكن الصراحه مع انسان كيعجبو المغرب كتعجبني الرفيسه كتعجبني مدينه قديمه. الا كنت غنمشي للاوروب غنبغي نمشي تما واحد لابيريود ديال 6 موا ان نو، مي ما نبغيش نعيش في الاوروب حيت هنا فين بنيت راسي، هنا فين وليت تكون انا، هنا فين وليت اختك، وهنا فين نبغي نبقى حيت عارفه باللي قدرت ندير واحد الامباكت صغير في هذه المده اللي كندير فيها الموسيقى. دونك جيسبر انني نقدر نبقى في المغرب نعيش فيه مزيان ويتبدلوا الاوضاع وما تبقاش هاد الروينة اللي عايشين فيها. حرية التعبير في الراب المغربي خاصنا نسولو الحاقد، خاصنا نسولو كريزي، خاصنا نسولو بزاف الناس اللي هما غيقولوا لنا شنو هي حرية التعبير في الراب المغربي. جو بونس كو كلشي باين، جو بونس با كاينه حرية التعبير في الراب المغربي. فاش كتشوف الدراري كيضربوا 6 شهور د الحبس على سطر في الراب ولا شهرين د الحبس على سطر في الراب على الحاقد اللي مشى دابا تاكزيلا في الاوروب، راه ما كاينش حرية التعبير في المغرب، عاد حرية التعبير في الراب المغربي. ستريت ارت المره الثانيه والبولفار شكرا بزاف على زعما على الانفيتاسيون على لوبورتونيتي انني نطلع اليوم في اون سين كبيره بحال ديال البولفار. وشقاس حميص صح نوش ما تجيبهاش Now, let's get it.